تقدر تفرق قوي بين انك انت دلوقتي عجبتك جملة لكن لما تسمعها تاني تنقدها صح، تقول لا ايه ده ما كان يعني مش العظيمة يعني. جملة موسيقية يعني يعني ولا اه يعني انت ما تعمل جملة، ساعات الواحد يقوم كاتب حاجة او عامل حاجة عجباه قوي ساعتها بس كتير اه كتير وبعدين ده كتير. يقول وصح ايه البيت كله اه وكلم كل العالم وكل اصحابي يسمعوا ده انا عامل حاجة، وابدا اسمعهم الاقي رياكشن فين الحاجة تم فين ايه ده والله ما كلتش كده اه طب هكلمكم ده لا ده مش دي ده انا كنت هسمعكم حاجة تانية انا اقفل وخلاص اخش انام بقى مش يومي النهارده. ايوه بس حاجه حاجه، لان الالبوم الحقيقه في مغامرات كتير، في شراكات مع او مش شراكات يعني دوه مع مثلا زي شاب خالد، في انك تروح تصور البوم في عز رمضان في اسكندريه مع الاستاذ سعيد المروق برضو، وانا عارفه ان انتوا اتشحورتوا في هذا التصوير صح، في انك تعمل الفلاشه تنتصر بقى للتكنولوجيا، ما هي دي صعبة قوي حكاية انك ازاي تسبق او يا اخي بلاش تسبقها كتف في كتف، علشان انت طول الوقت هي بتكسحنا التكنولوجيا دي، فانه يعمل فلاشة لانه عارف انه الكاسيت بطل والسي دي مش عارف ايه، طبعا بقول كاسيت بص الكلمة قديمة ما ازاي هو لغايه دلوقتي عادي ممكن ابقى قاعد اقول لهم الشريط بتاعي نازل الشريط الشريط طبعا فرحان بالنجاح، فرحان اكتر ان هم لما بيغنوا الاغاني بيبقوا حاسينها حاسينها وبيمثلوها قوي اه فهو ده قمه يعني قمه الفرحه لما فنان بيعمل حاجه وخلاص بيحسوا ان هو عبر عنهم وبيعملوا زيه في ده. يعني حتى لسه انا من كام يوم شايف بوست يعني مغرق الدنيا طبعا احمد رزق صديقي الفنان جايبين له صوره بيخبط على باب بيت بيقول افتح يا تامر عشت بشوقي وصرفت المرتب وبشحب دلوقتي فانا ايه فكل الناس قاعده بتشير البوست ده انا نزلته عندي يعني وبعدين كتبت يعني انا على فكره ما ضحكتش عليكم انا قلت ان احنا هنشحت يعني على الاقل تبقى عشت الاربع ايام مش ما فيش خالص من الاول للاخر احنا شويه وخلاص كده والله العظيم الناس اللي اقترح تبادل اللهجات هو ولا انت؟ انا انت على طول جايب حاجات جايب الجديد انا ايوه رائع والله العظيم يا تامر تجنن الحمد لله هي مذاكره يعني عارفه انا بذاكر وعايز اقدم حاجه جديده يعني المستفيد او اللي هينبسط في الاخر هو الجمهور هينبسط يعني ملاقي الشاب خالد ناطق مصري كده وانا ناطق جزائري كده فبيبقى فيها بتحس طب بحاجه استنى هو مين جديده اللي يعني. كتب الغنوه؟ انا انت طب انت كتبت اللهجه الجزائري ازاي؟ انا دخلت على الانترنت وقررت ابقى شاعر جزائري فجاه فانا بحلم بالمشروع بحب يعني اسلمه كده ايه المفتاح ماشي قعدت كده جبت كام كلمه بس الكلام اللي هو ما في كلام جزائري قوي انت ممكن ما تستوعبهوش في زي ما في كلام مصري جدا هو ما يعرفش يستوعبه قوي حاولت ابقى في النص واجيب الكلمات الجزائري اللي هتفهم هنا وهنا والمصري اللي تفهم هنا وهنا وعملت الاغنيه فانا قلت بقى سمع الشاب خالد اكيد هيقول لي بقى ايه اللي انت عامله ده احنا ما بنقولش كده وما بنقول فسمعته لقيته قلت له ما فيش اعتراض خالص قال لي لا خالص ليه قلت له عشان انا اللي كاتب الكلام فقال لي برافو عليك يعني ازاي كتبته فشرحت له فقال لي لا ما فيش ولا كومنت يعني ما فيش ولا تعليق كلها الكلام مظبوط وكل حاجه تمام فبرضه من باب المذاكره اللي بقول لك بس لذيذ طيب مش عايزه اطول عليكم في الكلام انتوا اكيد دلوقتي انتوا عايزين نغني عايزين نغني فنغني حاجه من الفيلم يلا نغني نغني حاجه من الفيلم واخيرا عارفه واخيرا انت اللي اتلخبطتي فيها دي عارفه ايوه والنبي قولها لي عشان احفظها الهي يسترك قولي معايا يلا هنحب حب عمر قلب حد هنحب حب عمر قلب حد محس بيه اوكي يلا قوليها ثلاث مرات بقى اربعه هنحب حب عمر قلب حد حب عمر ايه استني بس ايه ده هنحب حب عمر قلب حد ما حس بيه والنبي في حاجه اسمها كده والنبي قوليها بس هنحب حب عمر قلب حد عمر قلب حد ما حس بيه بس قوليها بقى ثلاث مرات سهله طب مره واحده هنحب حب عمر قلب حد ما حس بيه لا سقفه بقى يا جماعه فاكرين ايه امال ايه هتشوف انا في الغنوة امال ايه فاض يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حب
حب حب حب حب عمر قلب حد ما حس بيه. اديها ثلاث مرات ورا بعض. احب حب عمر حب ما حس. عمر ايه بس؟ مين؟ اعمل ايه؟ هنحب حب عمر قلب حد ما حس بيه. هنحب حب عمر حلب حد ما حب بيه. حلب مين بس؟ حل فيه. وعلى فكره أمايا وكنت عندهم في أمايا ايه؟ قاعده مش عارفه ايه وتاليه تعمل ايه وأمايا بتخش في حضنه كده وتاليه مش عارفه ايه. فقالت لي ده بابايا. قلت لها يا حبيبتي ربنا يخليه مش عارفه ايه. قالت لي انت فين باباكي؟ قلت لها لا بابايا مسافر. قالت لي يعني مش عندك باباكي؟ قلت لها. قالت لي تاخدي حته. انا اصلا مش عارف هم بيجيبوا الافيهات دي منين. يعني بيهزروا معايا بنفس الطريقه سبحان الله. الجينات بيهزروا معانا كده. انا نفسي بستغرب يعني ازاي ده اسمه ايه يا حبيبتي؟ ده ليه فن انت جايب منين ده؟ ضحكيني يعني بتقولي. طيب بتشك فيك؟ لا انت قلت غيره بس ما بتشكش. مش بتشك. طب نكديه؟ اهو بقى بقول لك حاجه فينا كلنا ما فيهاش حاجه دي. ما دام فيكم كلكم يبقى نكديه؟ يعني احيانا احيانا بيبقى في يعني في جرعه نكد شديده شويه. شديده جدا. يعني بتاخد لها فتره. يعني ممكن تاخد لها يومين ثلاثه مش ساعه. لا في شويه كده. انتوا برضو يعني كستات كبنات يعني بتحبوا عايشين المود شويه. انا اكتشفت ان انا زعلانه فتقعدي بقى تزعلي. مالك مفيش صالح. مالك مفيش دي اكتشفتها في نفسي. مفيش. ما انا مش عايزه اقول بس خلقتي مضروبه 60 صرمة اجيب. مفيش وقاعده عامله كده. مفيش. مفيش ازاي؟ فهي يعني في ايام لا في ايام بخش ولا يا حبيبتي عامله لنا ايه نكد النهارده؟ في جديد ولا هنفتكر موقف قديم ولا مين؟ هنقلب. انا اتغدى عليه النهارده ولا الله برافو يا بسمه حلوه شاطره. برافو حبيبتي. طب دلوقتي اسالك سؤال، هل ممكن الست تخلي جوزها مليونير؟ يعني تقف جنب لحد ما يبقى مليونير؟ الست؟ تخلي جوزها مليونير؟ طبعا. ازاي؟ لو كان ملياردير. يا لهوي. ماشي يا عم ماشي يا عم. هل ممكن الراجل يلاقي الحب الحقيقي بعد الجواز؟ طبعا. ازاي؟ يلاقي الراجل يلاقي الحب الحقيقي بعد الجواز؟ ممكن يلاقيه بس اهم حاجه اما مراته ما تقفشوش. والله العظيم بفتكره هيرد بجد فارس وحلايا. قال انا بلعبه بذكاء. انا بهزر يا جماعه بهزر. انا اللي قدامي ده الممثل دلوقتي. طبعا نقعد نهزر الكوميديان. طب عايز اسالك بجد بس قبل ما نروح على الغنوه اللي الرجاله ميتين فيها دي، هل لحظات الرومانسيه لان دي حته بقى الناس الستات كلها بتسال فيها، بتبقى جايه منين الرومانسيه وانت متجوز؟ خلاص 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 عديها عديها. سهل السؤال وانت مش مقتنع بيه باين عليك قوي. طب ارد ازاي؟ خلاص 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 عايزه اساليه. والله سؤال حلو. ايوه يعني كل الستات بتسال مثلا لما يبقى قاعد رومانسي قوي كده، هل انا المعنيه المقصوده؟ انا مراتك ولا ثواني ما هو لا يعني المغني انا ممكن اغني اغنيه طيب حزينه ده معناه ان انت مضايقاني؟ لا. بس أيوة في اغاني الحب يعني. في اغاني الحب ما الحب مناطق يعني. لو انا بغني ان انا دلوقتي لسه متعرف على واحده اكيد مش بعني مراتي. خلاص انا دلوقتي بجسد شخصيه حد. انما بيبقى عندي اغاني بعنيها بالفعل حتى بقول لها يعني انا عامل لك الاغنيه دي. انت مالك انت ودينا في داهيه. لا نروح في داهيه. لا خلينا في الغنوه اللي الرجاله بتحبها. والله زي ما بقول لك يعني انا عندي اغاني دخلنا. لعبت في الزمالك 7 سنين وفي الاهلي 2 سنين ومش عايز تقول انت اهلاوي ولا زملكاوي لحد دلوقتي صح؟ ما حدش بيصدقني والله انك انت فاكرينه رد يعني في النص يعني فاهم. انا لعبت كوره في الزمالك ولعبت في الاهلي والناديين استغنوا عن خدماتي. ماشي مطرود من النادي.
خلاص يعني رحت بدات اغني وكده و... فالموضوع يعني في... هتعصب طب ليه؟ مش متعصب، الاثنين حلوين. يعني ايوه بس انت يا تامر كمان لا اشتغلت حاجات كتير وانت حكيت على الحاجات دي كلها، لكن وانت كبير بعد ما بقيت مشهور رحت لاعب ماتش مثلا في اعتزال لاعب ما وجبت جون ما ومدحت شلبي قاعد يهيصلك جامد ومش عارف ايه وكده، يعني كنت كان ماتش اعتزال مين؟ كابتن وليد صلاح الدين. حلو قوي في اهلي. وانت بتلعب مع الاهلي ليه لما انت مالكش دعوه بحد؟ ده ماتش اعتزال وانا رايح احترف. وبعدين انا اتشرف يعني ان انا احترف في النادي الاهلي او نادي الزمالك، بس هو ده كان ماتش اعتزال. بعدين في حاجه تانية انك انت الموهبه او الهوايه بتاعتك ظلت حيه وصاحيه معاك في اي ظرف انت مريت بيه، ولذلك جهادك على انك تبقى جوه هذا الاطار. تروح تقدم في معهد فنون مسرحيه، ايه اتقبلت ولا لا ما اتقبلت؟ اشر طرده. ليه بقى اللي هو ليه احكي لي دي بقى. بعد دراسه الموسيقى كان حلم الغنى والتمثيل مع بعض بتأثري طبعا بالراحل الفنان الكبير عبد الحليم حافظ. ايوه ايقونتك انت بقى. حقيقة. فخلاني ان انا عايز ادرس الناحيتين، فلما درست في الكونسرفاتوار خلصت ودخلت بقى عايز بقى اثقل موهبتي التمثيليه في فنون مسرحيه. ما اثقلتش حاجه الحقيقه، ما خدتش فرصه. دخلت اللجنه. الاستاذ سعد اردش وسناء شافع كانت اللجنه قدامي. انا الحقيقه يعني انا ما لحقتش اقول حاجه، يعني انا محضر مشهد لغه عربيه ولغه عاميه وقاعد احفظ بقى ايه بقالي اسبوعين. فلسه بقول يا قوم. قال لي يلا يا ابني. قلت له ايه اللي يلا؟ يلا ايه؟ يلا كمل ولا انت بتقاطعني ليه؟ يلا يا ابني خلاص شكرا. انت قضيت ازاي يلا يا قوم دي بس عشان لسه ما بقول يا قوم بعمل كده. قال لي يلا يا ابني كده. يا نهار اسود، ده مين بقى سناء؟ خلاص بقى مش خلاص واحد فيهم يعني خلاص حد في اللجنه. فانا ما صدقتش يلا يا ابني ده اللي هو اكمل. طب عشان لسه ما هنقيم ايه طيب؟ فقلت ايه ده للدرجه دي فاشل؟ معقول فاشل او كده؟ فيعني اكيد كان في وجهه نظر، يعني جايز يبقى عندهم معايير اللي هيمثل ممكن ما شافوهاش فيا ساعتها، او ممكن فعلا انا ما كنتش بقى يعني يا قوم دي صعبه كانت عايزه مني يعني مش حرف معين او حاجه او ما اعرفش تنتع كويس. فما اتنتعتش كويس فخرجت. يعني انت اول علاقتك بالجيتار كانت وانت طالب، وانت يعني هل ده هو ده اللي فرغت فيه كل الموهبه بتاعتك؟ ما كنتش بعزف جيتار في الاول. بعزف بيانو. الجيتار حبيته من يعني تحديدا شخصين، ملحن كبير محمد رحيم. وكان ليا صديق في الجامعه اسمه عادل السقا بيعزف جيتار. بيعزف حلو جدا. فانا انبهرت بالعزف ساعتها. لدرجه رحت اشتريت جيتار. يعني حوشت وعملت ما وجبت الجيتار. وما بعرفش اعزف. وماشي شايل الجيتار بقى في الجامعه رايح جاي. عامل فيه عامل الميوزيشن يعني الواد العزيف قوي. والناس بقى ما تيجي تسمعنا حاجه طب اروح المحاضره واجي على طول. ما تمشوش انا جاي على طول. بسافر بعدها طبعا. وما بعرفش اعزف، ماسك الجيتار يعني حبيته هو الجيتار ده. بس برضه صممت ان انا هتعلمك. فبدات اتعلمته وبدات بقى الحن عليه وخلاص بقى رفيقي.